أهلا بكم من جديد. لأول مرة في تاريخ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تم تعيين الدكتورة المغربية أسمهان الوافي لتولي منصب كبير العلماء في هذه المنظمة، وهو منصب جديد في الفاو، وهو ما يمثل اعترافا كبيرا بإنجازاتها كباحثة ومفكرة، حيث أشادت الفاو بالسيدة أسمهان وما تمتلكه من معرفة علمية غنية وواسعة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. لن يسعدنا اليوم أن تكون معنا في دبي هذا الصباح الدكتورة أسمهان الوافي الحائزة على منصب كبير العلماء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والمديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية بالإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة ويسعد صباحك معنا. وبداية اسمحي لنا أنه نبارك لك يعني تبوئك هذا المنصب وهذا التعيين اللي بالفعل نفتخر فيه نحن كلنا، وهو نموذج بصراحة يحتذى لكل امرأة عربية، فألف ألف مبروك. بداية دكتورة حابين نعرف منك أكثر عن تفاصيل هذا المنصب والمسؤوليات يعني المناطة لهذا المنصب. فهي منظمة الأغذية والزراعة هي منظمة الأمم المتحدة للقضاء على الجوع، ولما نشوف احنا كل المشاكل اللي عندنا بالعالم، في فقر كتير، في جوع كتير، فالمكانة هذه أو البوزيشن هذه أن نساعد أننا نستخدم كل العلوم وكل الانوفيشن أو الابتكارات الموجودة للقضاء على الجوع والقضاء على الفقر أيضا. جميل جدا. هل في مهام معينة يعني تطلعينا عليها في مركزك أنت بشكل خاص؟ فإذا في مركزي أنا إن شاء الله أكون مع الإكزيكتيف مانجمنت تبع الFAO، ونسميها الFAO كمصغر. فالFAO هي منظمة كبيرة جدا، تقريبا فيها 10,000 موظف، ومن 10,000 موظف في كل الناس في عدة مجالات العلوم الزراعية، سواء من مياه، سواء من غذاء، سواء من نباتات أو حيوانات أو أسماك. فالأهم شيء هو أننا كيف نوظف العلوم، فكيف هذا البوزيشن حتى نتمكن من أننا لا نضيع أي فرصة اللي ممكن تخلينا نقضي على الجوع. لأن فعلا في 2020 إنه ما زال عندنا أكثر من 861 مليون جائع في العالم، شيء غير مقبول، لأنه الخيرات موجودة. نعم. فلازم نلاقي الطرق العلمية والطرق اللي ممكن تخلينا نوصل لها قبل 2030، لأن 2030 عندنا الجلوبال ديفلوبمنت اجندا اللي هي تقول فعلا القضاء على الجوع والقضاء على الفقر قبل 2030، فبقي لنا اقل من 10 سنوات. نعم. حتى نصل الى هذا المبتغى الكبير جدا. أكيد. لذلك لازم القرارات ولازم السياسات تكون مبنية على علوم وعلى أرقام وعلى أشياء صحيحة وقوية. نعم جميل، وإن شاء الله نصل يعني لهذا المبتغى وهذا الهدف الكبير. خلينا كمان نتحدثك يعني من جانب شخصي، بالنسبة لك دكتورة ما أهمية هذا التعيين بالنسبة لك؟ والله كبيرة جدا، هي فعلا تتويج رائع. يعني كل الناس اللي تعمل أبحاث أو تعمل دكتوراه تتمنى أنه شي نهار نقول لهم كبير العلماء. هو كبير العلماء يعني كبيرة جدا، أنا في نظري هو كبير الباحثين، لأن العلماء فعلا كانوا في العصور الأولى. لما كان فعلا العالم يكون له في الفيزياء والكيمياء والطب، لكن الآن أنا أظن الأحسن بالعربي نقول أنه كبير الباحثين، وهو فعلا تتويج رائع. تسلمي، هذا تتويج رائع لي وفخورة فيه جدا جدا، وأتمنى فعلا أني أكون عند حسن ظن المدير العام اللي هو فعلا شخصية خاصة يريد أن يغير الأشياء بالمنظمة. المنظمة زي ما قلنا أمم متحدة، ففيها بيروقراسي، فلازم فعلا إحنا نشوف التارجت ونوصل له. الهدف هو القضاء على الجوع، فلازم كنا نشتغل بطريقة سلسة بطريقة أقوى حتى يكون الإمباكت فعلا هو القضاء على الجوع، وإن شاء الله يكون في تكاتف جهود من كل الجهات المسؤولة. دكتورة نحن عم نشوف على الشاشة مع المشاهدين بعض الصور لحضرتك وتقومين بجولات ربما في مزارع معينة، خبرينا أكثر عن الجهود اللي يعني تم تقديمها من خلال المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي كما نشاهد على الشاشة. فأنا جيت لدبي ب 2012 كمدير عام للمركز الدولي للزراعة الملحية،
هو مركز جميل جدا، يعني هو أسس من تقريبا 20 سنة، والحقيقة لسه ما أخذ كل ظروف العالم. فالمركز يهتم بالزراعة فيما نسميه بالمناطق الهامشية. المناطق الهامشية هي المناطق الصعبة اللي هي زي هنا، يعني مثلا أراضي صحراوية، مياه قليلة. فالمركز فعلا يختص أننا نلاقي النباتات والطرق الزراعية الجيدة في هذه المناطق الهامشية أو المناطق الغير زراعية اللي عادة ما كنا نزرع فيها قبل. ففعلا المركز من دعم الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، دعم دبي، دعم البنك الإسلامي للتنمية، وصل إلى العالمية وصار معروف جدا لأنه يشتغل في نيش أريا اللي كتير مراكز ما تعرف عنها. فمثلا لما ابتدوا من 20 سنة يحكون عليه، والتاريخ يقول أنه الشيخ زايد الله يرحمه كان مهتم جدا بالزراعة الملحية. صحيح. فهو هذاك الوقت كان مشكل الملح قليل في بعض الدول، يمكن الخليج، باكستان، آسيا الوسطى، لكن الآن مشكل الملح في كل الأماكن، بأستراليا، بكندا، بأمريكا، ووو. ففعلا كانوا سباقين الناس اللي حطوا المركز من أكثر من 20 سنة، كانوا فيجنري، كانوا يشوفون قبل الوقت، والآن صرنا فعلا مركز متخصص. استشرفوا المستقبل. تماما، استشرفوا المستقبل، وصار عندنا فعلا جين بانك فيها نباتات مهمة جدا تتحمل الملوحة والحرارة والجفاف، وهدول كلهم مشاكل في المستقبل من هنا 50 سنة العالم كله سيكون عنده هذه المشكلة، سيواجه هذه المشاكل. نعم، نحن كمان فخورين بهاي الجهود اللي بتقوموا فيها أكيد. وبالنسبة دكتورة للأبحاث اللي عملتي عليها، كان عندك العديد من الأبحاث، نود الاطلاع يعني على البعض منها. فأنا الباكجراوند تبعي جيناتيست، فإذا تحسين جيناتي للنباتات. وكنت درست أول شيء على القمح الصلب. القمح الصلب هو نستخدمه عادة للكسكس مثلا، للباستا، فهو قمح فيه إلاستيسيتي أكثر، فيه مرونة، فيه ضروري هالإلاستيسيتي بالضبط، ما أعرف بالعربي، لكن هذه مهمة، يعني خصوصية مهمة جدا في القمح. وبالتالي عبر السنين طبعا مع المركز الأبحاث اللي عملنا فيها هي كيف أننا نرجع للنباتات القديمة حتى نجد أشياء تنفعنا، سواء من ناحية تغذوية، سواء من ناحية الإنتاج بمياه أقل، بإنبوت أقل، ويكون أنه فعلا النباتات اللي نستخدمها تكون أحسن للطبيعة وللإنسان من ناحية تغذوية ومن ناحية أيضا العيش. مثلا المزارعين في كل المناطق تقريبا هو بشكل عام يكونون من قليل الدخل، خصوصا لما يكونوا في مناطق صعبة. فإحنا نحاول أنه يبقوا في هالمناطق لكن ينتجون نباتات تخليهم أحسن في صحتهم وأحسن أيضا من ناحية الدخل. جميل جدا، هاي الأهداف إن شاء الله نصل لها قريبا. دكتورة، في عام 2014 كان اسم حضرتك ضمن قائمة ضمت 20 شخصية نسائية الأكثر تأثيرا في العالم الإسلامي في مجالات علمية واعدة، يعني عن ماذا كان هذا الترشيح؟ فهذا الترشيح كان يشوفه في كل المجالات فين موجود نساء إسلاميات اللي فعلا أظهروا أنهم ممكن يغيروا الأشياء بالعلوم. فزي ما قلنا هو علم الوراثة، أنا بالنسبة لي كان تحت علم الوراثة. علم الوراثة من 20 سنة كنا نعرف أشياء قليلة جدا حتى على الإنسان أو على الحيوانات، فمع الجينومكس ومع الجين اديتين والطرق الجديدة صرنا نعرف كثير. فإحنا في عالم نعرف أكثر مما ممكن أننا نستوعبه حتى. فبالتالي علم الوراثة هو علم سيغير المستقبل بشكل كبير، هو علم ممكن يخلينا نطور كل الأشياء، سواء بالنسبة للإنسان كون عرفنا الدي ان اي، صرنا نعرف ممكن نستشرف الأمراض مثلا مسبقا، ممكن نعالجها قبل ما تصير. نفس الشيء في النباتات، نفس الشيء في النباتات كوننا نعرف هلا الآن الجيناتكس والدي ان اي ممكن نحسن النبات. الأشياء اللي كانت تاخذ لنا يمكن 20 سنة ممكن هلا نعملها في 3 سنوات. الأشياء اللي كانت تاخذ لنا 100 مليون دولار عشان نطلع one variety مثلا تبع القمح أو تبع الكينوا أو الملت أو أي أو الدخن، الآن ممكن نعملها بمليون دولار مثلا. ففعلا سواء الزمن صرنا سريعين أكثر،
وسواء التكلفة صارت أحسن كتير. نعم أكيد بفضل طبعا تطور وتقدم العلوم بهذا المجال. دكتورة هذا الذي تحدثت عنه هذا التطور الهائل الذي سيغير البشرية سيغير عالمنا بالكامل، هل نعيشه الآن بالحاضر أم أنه سيكون مستقبلنا بإذن الله بإيجاز دكتورة؟ نعيشه الآن ولكن ممكن نستخدمه بسرعة أكثر، ممكن لا يستخدم إلا في الدول المتقدمة اللي هي الـ OECD countries. فإحنا لازم نأخذه ونستخدمه في الدول الأخرى حتى يكون التطور من كل الجهات. المشاكل كبيرة فلازم كنا نساهم على قدر ما نقدر. نعم شكرا كثير لك دكتورة على هذا الحديث الثري بالفعل معلومات القيمة، شكرا على وجودك معنا. بارك إذن الله فيك. الدكتورة أسمهان الوافي الحائزة على منصب كبير العلماء في منظمة الأغذية والزراعة والمديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية بالإمارات العربية المتحدة، شكرا يا دكتورة. شكرا جزيلا لك، تسلمي.